وخلل نشعر به في كل أركان البلد، ملفات البلد، والمعايير التي كانت تضبط إيقاع هذا البلد. واستبشرنا خيرا بأن هناك خارطة اتفقنا عليها للعمل والتحرك، أن نعتمد دستورا وأن ننتخب رئيسا وأن ننتخب مجلسا للنواب. وقد أتمنى هذا كله ليس رغبة في كل في أن ننفذ الخريطة والسلام، وإنما الرغبة هي في أن نعد البلد للحركة إلى الأمام وللتعامل مع الحاضر والمستقبل. لا شك إن اللي حصل في مصر شكل خسارة ضخمة لنا جميعا. اللي حصل خلال عقود وعقود وعقود. وأنت واحد بيدرس هذه الأمور ومهتم بها جدا وهو واضح في مصر، أرى أن الخلل بدأ يتراكم منذ السنوات الأخيرة للملك فاروق إلى الهزيمة المؤسفة المؤلمة التي جرت في سنة 67، إلى انعدام التخطيط الاقتصادي والتنموي وإهمال الملفات الحيوية الرئيسية كالتعليم والصحة وغيرها، اللي أدى إلى الانفجار وإلى ثورة 25 يناير. والكثير منكم على ما أعتقد كان يتوقع أن يحدث هذا الانفجار، وقد كنت منه أنه ما كانش ممكن تستمر مصر في التراجع في مختلف مؤشراتها ثم لا يتحرك الناس أو لا يغضب الناس.